هي هند بنت عتبة أكلت كبد حمزة فعلا؟ هند بنت عتبة يا صديقي كانت من سيدات قريش وزوجة أبي سفيان، بس خليني أقول لك يا صديقي إن هند ما قتلتش حمزة أصلا. المعروف إن هند أجرت وحشي عشان يقتل سيدنا حمزة، بس وحشي نفسه قال إن اللي أجره لقتل حمزة هو جبير بن مطعم، وكل الكلام اللي اتقال إن هند أكلت كبد حمزة بعد ما اتقتل كلام مرسل مش مثبت نهائي. وسبحان الله صديقي، هند أسلمت بعد فتح مكة ووحشي نفسه أسلم.